الصيغة الكيميائية للأحماض الأمينية تتمثل في H2N CH COOH زائد الجذر الجانبي R. هذه الصيغة الكيميائية صيغة مميزة جدا لأنها تحتوي على مجموعتين مختلفتين، مجموعة الكربوكسيل ومجموعة الأمين. وجود مجموعتين يفرض على هذه الأحماض الأمينية سلوك مميز جدا وسلوك مميز مقارنة بالمواد الكيميائية الأخرى. الأحماض الأمينية تمتاز بسلوك يختلف باختلاف pH الوسط الذي تتواجد فيه. وجود مجموعتين كيميائيتين مختلفتين يعطي للأحماض الأمينية ميزة تسمى بالخاصية الأمفوترية أو الخاصية الحمقلية، يعني أنها تتصرف تصرف حمض في الوسط القاعدي وتتصرف تصرف قاعدة في الوسط الحامضي، لذلك تسمى بالخاصية الحمقلية، يعني حمض قاعدة. كيف ذلك؟ إذا وضعنا أي حمض أميني في وسط حامضي pH مثلا يساوي 2، فإن هذا الحمض الأميني سوف يتصرف تصرف قاعدة، يعني سوف يكتسب بروتون. المجموعة الكيميائية التي سوف تتأين وتتفاعل في هذه الحالة هي مجموعة الأمين، لأنها مجموعة القاعدة وسوف تكتسب بروتون، بحيث تصبح الصيغة الكيميائية لهذا الحمض الأميني كما يلي: H3N زائد CH COOH زائد الجذر الجانبي. بينما إذا وضعنا الحمض الأميني في وسط قاعدي pH مثلا يساوي 9، فإنه سوف يسلك سلوك حامضة أو حمض عفوا، بمعنى أنه سوف يفقد بروتون. المجموعة الكيميائية التي سوف تتأين هي مجموعة الكربوكسيل COOH، حيث تصبح الصيغة الكيميائية لهذا الحمض الأميني H2N CH COO ناقص زائد الجذر الجانبي. هنا يمكن أن ننتقل إلى تجربة الهجرة الكهربائية، هي تجربة معروفة ومشهورة. إذا وضعنا الحمض الأميني في شريط الهجرة الكهربائية، في وسط شريط الهجرة الكهربائية، إذا وضعناه في وسط حامضي pH يساوي 2، فإن هذا الحمض الأميني سوف يهجر إلى القطب السالب. كيف ذلك؟ إذا وضعناه في pH حامضي pH يساوي 2، هذا الحمض الأميني سوف يسلك سلوك قاعدة وفق الخاصية الأمفوترية، يعني سوف يكتسب بروتون، مع العلم أن الوسط الحامضي غني بالبروتونات H، فيسلك أو عفوا سوف يكتسب شحنة موجبة لأنه يتصرف تصرف قاعدة. إذا اكتسب شحنة موجبة سوف يهجر إلى القطب السالب. إذا وضعنا نفس التجربة طبعا الهجرة الكهربائية، الحمض الأميني في وسط شريط الهجرة الكهربائية لكن pH قاعدي يساوي 9 مثلا، فإن هذا البروتون عفوا الحمض الأميني سوف يكتسب شحنة سالبة. لماذا؟ لأنه سوف يفقد بروتون، فتصبح عفوا شحنته سالبة فيهجر إلى القطب الموجب. في حالة ما إذا وضعنا الحمض الأميني في وسط شريط الهجرة الكهربائية ولم يهجر لا إلى القطب الموجب ولا إلى القطب السالب، فنقول أن هذا الحمض الأميني يكون في حالة تعادل كهربائي التي تسمى بالـ pHe. ماذا نقصد بذلك؟ أن مجموع الشحنات الموجبة والشحنات السالبة متساوية، يعني أنها الشحنة معدومة. يعني إذا تطرقنا إلى الصيغة الكيميائية لهذا الحمض الأميني في حالة التعادل الكهربائي سوف نجد كلا المجموعتين الكيميائيتين متأينة، يعني سوف تصبح صيغته الكيميائية H3N زائد CH COO ناقص زائد الجذر الجانبي، يعني متعادل كهربائيا. لكل حمض أميني pHe أو تعادل كهربائي يختلف عن الحمض الأميني الآخر، يعني تكون مختلفة. هناك مثلا ما يمكن أن يكون pHe يساوي 3، يمكن أن يكون pHe يساوي مثلا 7 أو 8، إذن تختلف من حمض أميني لآخر باختلاف نوع الحمض الأميني، من حمض أميني حامضي، حمض أميني قاعدي، حمض أميني متعادل. فنجد أو فيسوقنا هذا الحديث إلى أن نستنتج قاعدة نستطيع من خلالها أن نتعرف على شحنة الحمض الأميني بكل بساطة. القاعدة تعتمد على المقارنة ما بين قيمة الـ pH و
وقيمة الـ pH. ما هي هذه القاعدة؟ إذا كان الـ pH الوسط أقل من الـ pH فإن شحنة الحمض الأميني تكون موجبة. إذا كانت قيمة الـ pH أقل من الـ pH فإن شحنة الحمض الأميني تكون موجبة. إذا كان الـ pH أكبر من الـ pH فإن شحنة الحمض الأميني تكون سالبة. إذن هذه قاعدة يمكن أن نستنتجها من خلال دراسة سلوك الأحماض الأمينية.